النهاردة وبعض الأدوات زي الريكتانجل تول والإليبس تول هنتعلم إزاي نرسم صبارة بالبوت بتاعها كرتونية وهنديها ألوان مختلفة عشان يدينا الشكل الجمالي بتاعها. كمان تقدر أنك أنت تعدل فيها وتخليها على شكل أي حيوان أنت عايزه بالإليستريتور. منساش تعمل لايك واشتراك في القناة ويلا بينا نشوف إزاي هنقدر نعمله النهاردة. هفتح الإليستريتور وهعمل دوكيومنت جديد. مش مهم طبعا الحجم بتاع الدوكيومنت بتاعي. اول حاجة هجيب ريكتانجل تول هرسم ريكتانجل عشان نعمل البوت بتاع الزرعة. بعد كده هبدأ ان انا انقص او ادخل شوية الكورنرز اللي تحت علشان يبقى واخد شكل من رفيع من تحت وتخين من فوق. بعد كده هجيب الدايركت سيليكشن تول وهعمل سيليكت على الكورنرز اللي تحت الاثنين، ومن النقطه دي هشد شده صغيره كده عشان اعمل راوندد للكورنر، وهبدا ان انا اصغر حجم الشكل بتاعي. هتقل الستروك بتاعي شويه، وبعد كده هجيب الريكتانجل تول مره تانية هرسم ريكتانجل، وبرده هعمل هعمل له الاينمنت مع الشكل اللي تحت، وبرده من الكورنرز كده هبدا ان انا اعمل راوندد للريكتانجل ده. هديله لون ازرق للشكل بتاعي. وبعد كده هرسم ريكتانجل مرة تانية وهغير لونه للأبيض. هجيب الدايركت سيليكشن تول وابدأ من الكورنرز بتاعته ابدأ ان انا اسويها مع الشكل بتاع البوت بتاعي. وبعد كده هجيب الاليبس تول وهرسم اليبس بالشكل ده، وبعد كده هبدأ ان انا اعمل لها الاينمنت مع الشكل بتاعي، وهبدأ ان انا اعمل كليك يمين واختار الرينج سيند تو باك عشان تبقى في الخلفية. نزلها تحت شوية وابدأ اديها لون اخضر. وبعد كده هبدأ ان انا اعمل كوبي بيست كنترول سي كنترول اف، وهبدأ ان انا اضم الشكل بتاعي عشان ابدأ ارسم الشيب بتاع الصبارة. هعمل كمان كنترول سي كنترول اف وهبدا ان انا اضمهم كمان مره. وهجيب السيزر تول وهبدا ان انا امسح بعض الاطراف بالشكل ده.
بعد كده هجيب الويث تول وهبدأ ان انا ارسم الشيب بتاعي بروفايع من تحت، ولكن لازم اتخنه شوية من فوق عشان ابدأ اضم الطرف اللي تحت زي ما انتم شايفين كده. هبدأ اعمل مع كل الاطراف كده. هبدأ ان انا ارسم الشوك اللي بيكون في الصبار، فهجيب البين تول هرسم خط كده، وبالويدث تول برضو هبدأ ان انا اظبط اتخنه شوية وارفعه من ناحية، وهبدأ ان انا اعمل منه نسخ تانية علشان ارسم الشكل بتاعي. هعملهم في جروب التلاتة مع بعض وهبدأ ان انا اوزعهم على السبورة. بعد كده هبدأ أرسم الهايلايت بتاع الشكل بتاعي، فهجيب البين تول وهرسم نص دايرة كده على الصبارة عشان أعمل هايلايت ليه، ولكن باللون الأسود طبعا علشان يبقى ناحية غامقة وناحية فاتحة. من ناحية الشمال هبدأ إن أنا أجيب الإليبس تول وهرسم إليبس كده وأخلي لونها أبيض، وهنقلل الأوباسيتي بتاعتها شوية ونبدأ إن احنا نكررها علشان تدينا شكل أفضل. هبدأ إن أنا أرسم الهايلايتس كلها وألونها بالشكل المطلوب. مجرد ما تخلص الهايلايتس بتاعتك هتبدأ ان انت تجيب الاليبس تول وهتعمل اليبس مضمومة كده عشان ده يبقى الشادو بتاعك تحت الزرعة بتاعتك او تحت الرسمة. بعد كده عشان تكمل الشكل وتكسر اللون هنعمل إليبس كبيرة هنخليها في الخلف وهنديها لون بينكي كده
علشان يدينا منظر أفضل وشكل أجمل للرسمة بتاعتي. تقدر انك انت تزود كمان انك انت تخلي شكل الصبارة بتاعتك على هيئة رسمة حيوان مثلا زي قطة او دب او زي ما انت عايز، بانك انت ممكن ترسم لها عين وودن وبق طبعا، وهتديك شكل حلو زي اللي انت شايفه قدامك ده. متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتتفرج على الفيديوهات التانية، يمكن في حاجة تعجبك او يمكن حاجة تستفيد منها. لايك وشير للحلقة لو عجبتكم، واشتركوا في القناة، متنسوش تفعلوا جرس التنبيهات. كان معكم حازم صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.